المشاهدون الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، مترأسا وفد السودان المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا في العالم، والذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس وسط مشاركة واسعة من 46 دولة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، والذي يعقد كل 10 سنوات، مخرجات مؤتمر إسطنبول الذي عقد في العام 2011. ويمثل مؤتمر الدوحة خارطة طريق للمجتمع الدولي لتحقيق تعافي من الأزمات الحالية وتسريع تقدمها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر أبو بكر حجر بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة للسودان وشعبه على المستوى الداخلي وفي كل المنابر الإقليمية والدولية، وبالعلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد سيادته خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم احتفاء بذكرى يوم التأسيس بمناسبة مرور 3 قرون على تأسيس الدولة السعودية، أكد تعاظم الدور الرائد الذي تقوم به المملكة من أجل تحقيق التقدم والسلم على المحيط الإسلامي والعربي. وأبان السفير السعودي متانة وأزلية العلاقة بين البلدين، مؤكدا أن المملكة ستظل دائما إلى جانب السودان حتى يتجاوز ما يشهد من ظروف استثنائية. تواصل هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه حملات النظافة وصيانة الطرق بمحليات الولاية الكبرى بحر الخرطوم أمدرمان، حيث شهدت محلية بحري أعمال الكنس الترابي ونقل الأنقاض بعدة شوارع بالمحلية، منها شارع كسلة وتقاطع القطرة، وأعمال إسفلت بلغت 48 طن. ونفذ قطاع الخرطوم الكبرى أعمال نظافة لشارع امتداد إفريقيا والسلم البقالة. وفي قطاع أم درمان الكبرى نفذت وحدة كرري بالطريق الدائري معالجات إسفلتية غرب المساحة العسكرية. وفي محور السلام المرورية تمت صيانة الإشارات الضوئية بكل من تقاطع الشكري وأحمد قاسم والزرايب، كما واصلت وحدة نظافة الجسور أعمال النظافة بكبر المنشية والقوات المسلحة والنيل الأبيض في إطار مجهودات والي الولاية لجعل الخرطوم أكثر تحضرا وجمالا. استقبل يوم أمس مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة النيل الأزرق برئاسة مدير مركز عبد الرؤوف البدري، استقبل قافلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النازحين بالإقليم برئاسة بروفيسور محمد حسن عبد الرحمن والأستاذ عمر الشيمي وزير الرعاية والضمان الاجتماعي بالإقليم. وقال دكتور البدري إن كلفة القافلة تقدر 15 مليار جنيه وتشمل عددا مقدرا من المواد الاستهلاكية، وأبنى على مراكز النازحين بجنيس شرق والروسيرس وود المحلي والسيريل والمان جديد والمكناية بإضافة إلى المدينة 8. وأضاف البدري أن القافلة تقدم إسهاما ودعما اجتماعي وسندا قويا للنازحين. أكدت مديرة مركز بحوث الحياة البرية لبنى محمد عبد الله، أكدت أن اليوم العالمي للحياة البرية والذي يصادف في يوم 3 مارس من كل عام فرصة للاحتفال بالعديد من الأشكال الجميلة والمتنوعة للحيوانات والنباتات البرية وزيادة الوعي بالفوائد المتنوعة التي يوفرها للإنسان بالحفاظ عليها. كما دعت إلى مكافحة جرائم الحياة البرية والحد منها، وهي التي لها تأثير على الاقتصاد والبيئة. وأكدت مديرة مركز بحوث الحياة البرية على ضرورة وضع الأولويات للمجتمعات المحلية والسكان المحليين للقيام بالدور الفعال للحفاظ على الوارد الطبيعية والموارد وبناء مستقبل مزدهر لجميع الكائنات الحية، والعمل على إنهاء الحرب على الطبيعة بما لدينا من أدوات ومعرفة وحلول. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعة صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.